هذا يقول: رجل لا يصلي كل الفروض ولا يصوم كل رمضان حتى بلغ 40 سنة، ثم من الله عليه بالتوبة والالتزام والمحافظة. السؤال: ما عليه فيما مضى؟ ما عليه شيء فيما مضى، عليه أنه يتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب. أما ما مضى وهو لا يصلي فهو ليس بمسلم، لكن لما تاب دخل في الإسلام، فعليه أن يحافظ على الصلاة وعلى الصيام في المستقبل ولا يقضي ما فات.